هسه هذني والله هم ما تميدرون بها، انت ليش تطلعهن هذني؟ السؤال اكو هواي اخوه يقولون سيدنا هسه هذني هم اخو ما يدرون بها، انت هذني ليش تطلعهم وتقول لهم؟ يا ليت ما يدرون بها. هم كاتبين كتب مولانا، هذه من اهم كتبهم. اقرا مولانا. الفكر التكفيري عند الشيعة حقيقة ام الافتراء؟ مولانا جامع، هسه اقرا لك مولانا، اقرا يوسف البحراني، المجلسي، النجفي، الأنصاري، محسن الحكيم، عبد الله شبار، الخوئي، بعد عندك مولانا بالأخير يجي عبد الحسين العاملي، كلهن هذن رايح جامعهن والآن يدرسوها في مدارسهم. ها الكتاب مولانا لفيصل، مولانا الكتاب لعبد الملك ابن عبد الرحمن الشافعي. فلهذا في المقدمة ماذا يقول؟ يقول أهدي هذه الدراسة للمصلحين في الأمة لعلهم يقفون على حقيقة الفكر التكفيري لدى الشيعة الإمامية، ذلك السرطان الذي جر على الأمة الإسلامية الكوارث والويلات. بيني وبين الله إذا أكو سرطان في الأمة لابد شي يسوله يستأصل، هم يقدرون يستأصلونهم. تقول بابا على أساس؟ يقول بابا أخوه تقولون إحنا إذا أول ما نقوى شو نسوي لكم؟ فنذبحكم أخوه، إحنا هم زين قبل ما تسوون إحنا شو نسوي؟ احنا البحر. التفتوا لي اعزائي، التفتوا لي، هذا اللي انا بدات بيني وبين الله حرقتي واعتقادي بانه لابد من تصحيح والدفاع عن اهل البيت، والا هذه مو عقيده اهل البيت. يذكرون الاخوه اللي اجونا في المحاضرات السابقه، قلنا اهل البيت قالوا بانه احنا نلعن لو من نلعن؟ من نلعن احنا؟ مو منسب، مو فقط من العن، منسب أصلا، من سب ولعن وشتم، هذا مو أسلوب القرآن. أسلوب القرآن ما هو؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولكن القرآن يشير يقول ترى كل واحد ما يقدر يوصل إلى هذا المقام أن يدفع السيئة بالتي هي، ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا مقام، هذول أهل البيت. ولهذا تجدون أن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام في يوم كربلاء بكى عزة. على من بكى عزة؟ ها؟ بكى على هؤلاء الذين بسببه سيدخلون النار. هؤلاء أهل البيت. أمير المؤمنين سلام الله عليه في ليلة الضربة مولانا عندما جاءوا به إلى الحليب ماذا قال أولا؟ ها؟ اسقوه أولا أسير. هذا خلق أهل البيت، هذا خلقهم، وكان خلقهم القرآن. هؤلاء أهل البيت، هؤلاء تربية رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. ولهذا مولانا في المقدمة يقول إحنا هذا الكتاب كتبناه، فالخوارج والشيعة الإمامية الاثنى عشرية مشتركون بنفس الفكر التكفيري والنظرة العدائية لجميع المسلمين. ولكن الفرق هذا أن الخوارج صرحوا بفكرهم التكفيري علناً وقالوا هذه عقيدتنا، وأما الشيعة الإمامية فلم يملكوا جرأة الإفصاح عن معتقدهم التكفيري أمام المسلمين. لأنه إيش قايل هنا علامة المجلسي؟ شو يقول؟ ها سوى تقية، يقول الخوارج بأقل قالوا احنا نكفر المسلم، أما هذول شنو؟ ها سوون تقية، بل أعلنوا، التفت، بل أعلنوا كذبا وزورا عدم تبنيهم للتكفير، مع أن مرويات أئمتهم وفتاوى علمائهم جاءت متضافرة على إثباته. وهذا يحتم علينا شو نسوي مولانا؟ أن نكشفهم للعالم الإسلام. عد الآن بينك وبين الله، هذا الفكر الطرف الآخر يريد الآن لو يرجع إلى تراثنا يلقى ما يؤيد أننا تكفيريون أو لا يجد مولانا؟ يجد أو لا يجد؟ شلون تريد تدافع عن نفسك انت؟ تقول بانه ما نعتقد؟ يقول ليش عندما تفعلون تقومون بالمؤتمرات وتتكلمون في فضائياتكم، شو فقط تحشون على من؟ ها؟ تحشون على الطرف الاخر، ليش ما تحشون على تراثكم؟ شكوا فيه. قل الحق شنو؟ ولو على نفسك، بلي قل الحق. ونحن اعتقادنا ان هذا هو الحق، هذا هو القران، هؤلاء هم ائمه، هذا هو النبي. هؤلاء هم أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.